نروح للكابتن الكبير كابتن محمود الخواجه، يكلمنا شويه عن زمالته للاسطوره كابتن حسن شحاته ونرجع نكمل كلامنا. الكابتن حسن شحاته تحدث عنه يعني ذكرياته كتير معانا قوي. هو شخصيه محترمه جدا، اسطوره من اساطير الكوره في مصر في نادي الزمالك. ادى الكوره كتير، صديق داخل الملعب وخارج الملعب، في مميزات كتير قوي يعني حقيقي. يعني الواحد لسانه يعجز ان انا ادي حسن شحاته حقه. فطبعا انا يعني علاقتي بيه على مدار سنوات كتيره قوي، يعني يمكن من اول ما جه من الكويت لينا صولات وجولات، يعني سواء داخل الملعب او خارج الملعب. يعني احنا ما كناش تقريبا بنفترق، يعني كانت مجموعه كده: حسن، غانم، فاروق، جعفر، محمود الجوهري. يعني كان في مجموعه كده ما بنسيبش بعض ابدا. يعني كان يعني اليوم بيبتدي بتاعنا، يعني بقول لك الصبح يعني نسيبه بالليل عند النوم بس، يعني نروح النادي نلعب. كان لعيب بلياردو قوي على فكره، وكنا بنقعد نلعب بلياردو بالساعات، نروح الساعة 10 نلعب لغاية لما يجي التمرين، نتمرن، نرجع نلعب تاني. وطبعا بنحسب بين الحاجات دي اللي هو الغداء والعشاء وممكن فطار. يعني فحسن مش عارف يعني اسميه من اللعيبة او من بني ادمين المحترمة اللي تتعاش معاها. يعني رجل أصيل، في الأصالة عنده. أسطورة بكل تأكيد، اسم كبير في تاريخ الكرة المصرية، الكابتن الكبير كابتن حسن شحاتة. أنا بشكر الكابتن الكبير كابتن محمود الخواجة على هذه الكلمات.